يبدو هذا المكان وكأنه مزرعة كلاسيكية أرجنتينية، يعتني سكانها بالأحصنة، ينظفونها ويطعمونها ويقومون بترويضها. لكن الواقع أن هذا المكان هو لممارسة إحدى أقدم رياضات الأرجنتين في قرية شمال البلاد تبعد مئات الكيلومترات عن العاصمة بونس آيرس. يلتقي الخيال ومن جميع الأعمار كل يوم أحد من الأسبوع للعب فيما بينهم وعلى ظهور الخيول. لدى الأرجنتينيين شغف بالفروسية، وخصوصا سكان الريف الذي يحوي مساحات شاسعة من الأراضي الخضراء، ما دفعهم إلى ابتكار رياضة فريدة من نوعها تجمع بين كرة السلة والبولو تحمل اسم الباتو في الإسبانية أو الإواز في اللغة العربية، وهي رياضة تم ابتكارها قبل ما يقارب 400 عام من قبل أبناء رعاة البقر الأرجنتينيين، وهي شبيهة بإحدى الرياضات التي تمارس في فرنسا والبرتغال والتي تدعى هورس بول. الباتو رياضة وطنية ظهرت في الأرجنتين منذ 4 قرون، وكان يمارسها الجاوتشو وهم خيالة المراعي الأرجنتينية مستفيدين من المساحات الشاسعة هناك. قديما كانوا يستخدمون كرة جلدية محشوة بالأعشاب، أما اليوم فحلت محلها كرة صغيرة الحجم شبيهة بكرة الطائرة، أصغر بقليل من كرة القدم، ويمكن لأي شخص أن يمارس هذه اللعبة إذا كان يتقن ركوب الخيل. أما الصغار فيبدأون بتعلم الباتو في سن مبكرة عند حوالي 10 من عمرهم، والباتو لعبة يمكن ممارستها حتى سن 60 إذا سمحت اللياقة الجسدية للشخص بذلك. تضم الفيدرالية الأرجنتينية لرياضة الباتو ما يقارب 300 لاعب وجميعهم من المحترفين، ويوجد اليوم 25 فريقا وطنيا أقواهم فريق العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. تجتمع العائلات ومن جميع الأجيال لتشجيع فريقهم المفضل، إذ نجد الأجداد والأحفاد يجلسون سويا مركزين في اللعب، بينما يحتسي الكبار المشروب الأرجنتيني التقليدي الماتي. أما الصغار فيتعلمون ممارسة هذه الرياضة أو الباتو في هذا المكان، فليس هناك مدارس لتعليمها، وعليه تقام هنا أيضا مباريات للناشئين من الذين يودون تعلم هذه الرياضة. تحتاج رياضة الباتو إلى الكثير من التمرين والممارسة والتكيف مع الخيل، وإذا لم تكن فارساً ماهراً فلن تستطيع ممارسة هذه الرياضة. وعن نفسي فأنا أود أن أصبح لاعب باتو محترفاً رغم صغر سني، إذ أبلغ من العمر 17 عاماً، فأنا أفضل الباتو أكثر من رياضات الخيل الأخرى كالبولو مثلاً، وأعمل على تكريس وقتي للتدريب مع خيلي، فأنا أتدرب حوالي 7 أشهر سنوياً، وأود أن أتدرب على مدار العام لأصبح لاعباً جيداً. Pero si juegas bien, puede ser que juegues todo el año, de un saque, digamos. من المحبذ أن يكون لاعب الباتو خيالاً ماهراً، فعليه وقبل كل شيء الحفاظ على توازنه على ظهر حصانه قبل أن يحاول تسجيل هدف في مرمى الخصم. يتبارى الفريقان المشكلين من 4 لاعبين أو خيالة، وعلى كل فريق تسجيل أهداف في سلة خصمه المعلقة عمودياً. أما الكرة المستخدمة فهي شبيهة بكرة الطائرة، أصغر حجماً بقليل من كرة القدم، ومحاطة بقطع من الخشب على شكل مقابض، ما يسهل على الخيال أو اللاعب التقاطها من الأرض وهو على ظهر حصانه والانطلاق بها سريعاً لتسجيل هدف. Emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor
أمارس هذه الرياضة منذ أعوام وأنا فخور بذلك. هذا النوع من الرياضات يحتاج إلى التضحية، فعلى الخيال أو اللاعب أن يقضي وقتا أكثر للاعتناء بحصانه من طعام ونظافة وترويض، وأن يسافر به إلى ملاعب مختلفة حول الأرجنتين. لعبة الباتو تختلف عن البولو أو الفروسية الكلاسيكية، إذ يقضي الخيال من الوقت مع خيله في الإسطبل أكثر مما يقضيه على أرض الملعب، وهذا شيء جميل وهو جزء من تراث بلدي الأرجنتين. تملك الأرجنتين ما يقارب 25 فريقاً للباتو منتشرين في أغلب مناطق البلد، ويحاول محترفو هذه الرياضة الفريدة إثارة فضول الجيل الشاب للتعرف إلى هذه الرياضة عن طريق دعوتهم لحضور مباريات وطنية، ما قد يدفعهم إلى ممارسة هذه اللعبة في يوم من الأيام.